فكثير من السيدات عانوا من الثعلبة وفقدوا شعرهم وفقدوا حواجبهم وفقدوا قرموشهم، وكثير من الرجال كمان فقدوا الدقن اللي عندهم الشعر اللي بالدقن وفقدوا الشعر. فالثعلبة مرض جلدي معروف عند الأطباء وعند خبراء التجميل، هي المناعة ما بتتحمل هالشيء هيدا، فهمتي علي كيف؟ والثعلبة نقص المناعة الموجودة في الجسم بتعمل وبتفقد مادة التلوين بالشعر. والثعلبة تأتي كمان من مشتقات البخاق، يعني بتدخل على البخاق كافة، فهمتي علي يعني كيف؟ نعم، يعني من مشتقات البخاق، يعني طبعا هي من تحت البهاق، تحت البهاق، نقول تحت البهاق، فهي بتفقد الشعر. فاليوم في علاج عند الأطباء وعند خبراء التجميل والذين لهم خبرة في مجال الثعلبي ومجال البهاق ومجال الفيشن كافة يعني. ففي بعض السيدات بتصيبها الثعلبة، فبالبداية الثعلبة بتصيبها تحت الأذن أو فوق الأذن، نقول هون بالطريقة هاي، فالشعر بصير يعني كشكل دائرة صغيرة جدا ما فيها شعر، أو كشكل مثلث. المثلث هذا اللي بيجي بالطريقة هاي نقول عنه عم بصير يلحق الشعر، بصير الشعر يروح شمال يمين لفوق شمال يمين لأسفل، فبتلاقيها بتكبر بتكبر بتكبر، فبتشكل بقعة قوية جدا في الرأس. فإذا ما عالجناها من البداية، ما رحنا لخبير تجميل أو لطبيب أو لطبيب أو لخبير تجميل وعالجناها بالطريقة هاي، الشغلات اللي بقوله في سيدات عم بتحك الثعلبة، عم بتروح حط بوريك، عم بتروح حط كريم، عم بتروح احرق الصوف بالثوم كذا. الثعلبة لها طرق، هلا بنحكي عن الخل وعن الثوم. الخل بيعمل دايركتنش على البشرة، في مادة حامضة ومادة بتحرق شوي، فإحنا بنتجنب الخل شوية. لكن الثوم حتى في أمريكا، يعني عم بعطله يوم في ولاية في أمريكا، عم بعطله يوم لعيد الثوم، شوف الثوم قديش فيه فوائد، عم بعطله بيحترموا له الثوم، فبعطله لإله بيحترموا. فإحنا نقول إنه الثوم مفيد حتى لكل شيء بالجسم مفيد، أما طرق الثعلبة وطرق علاجها فطرق قوية جدا. أما إحنا نقول عن الثعلبة اللي بتلحق الشعر، ما شاء الله بنت صبية كتير شعرها للكتاف كتير حلو، بتلاقيها بدت هالبقعة هاي شوي 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 شوي، نقول 4-5 أشهر مع الناس اللي 4-5 شعرات في رأسها، هيدا صعب يرجع الشعر. لو عالجناه إحنا من البداية الثعلبة راحت على دكتور مختص جلدية وراحت أو أخبير تجميل يقدر يعطيها الصفة الصحيحة لإلها، فبنقدر إحنا نضبط الوضع من البداية حتى النهاية. أما تجينا فيش عندها شعر، شو بدنا نعمل لها في البداية؟ بدها فترة علاج طويلة. أما الثعلبة اللي بتطلع في الدقن في المنطقة هاي سهل للرجال، سهل بس بطلع بعديها، يعني مع احترامي للرجال لهم، بطلع فيه كم شيبة بيضة في الوضع هيدا، فإحنا بنقدر إنه نعمل له تكنيك شوي. بس الشاب بتكون أسهل عليه، ممكن يحلق دقنه يعني عادي من البنات. ست أحلام، في شباب كتير عندهم ثعلبة، كتير عندهم ثعلبة، كتير كتير كتير، بتلاقي الوجه راحت، الشفايف من هون عفوا الشعر كلياته راح، وألحت الشعر كلياتها. فإحنا بنقدر نعطي علاج كامل باللايت بالليزر بالأدوية المستحضرة طبيا وعلميا سليمة جدا، تركنا من الزيوت وتركنا من العطارة وتركنا كذا، عم بنفيد هالوضع هيدا، وإن شاء الله برجع الشعر للسيدة أو لهالشاب، برجع الشعر بطريقة علمية وبطريقة تكنيك حلو كتير، وبتنبسط منها الدكتور وبتنبسط منها الخبير التجميل، لكي إحنا نقدر نعطيها صفة كتير ممتازة جدا لهالثعلبة. أما طرق الثعلبة فهي كثيرة جدا، وإحنا على الهواء مباشرة بقول لأي سيدة عندها بداية ثعلبة اتراجعنا في مركز خليل السيد للتجميل، ونقدر إحنا نكرر لإلهم، نقدر ونساعدهم ونكرر لإلهم شو يعملوا كمان مرة لكي تروح الثعلبة من عندهم. أكيد بنرجع لموضوعنا بس ناخذها الاتصال. فواز، ألو، صباح الخير. صباح الخير يا ستي، يعطيك العافية. الله يعافيك، كيفك؟ الله يخليك، صباح الخير. صباح الخير للدكتور. هلا حبيبي، أهلا بيك. مسي خليل خبير تجميل بس مش دكتور. ماشي يا ست، اسفين. بدي اساله بس عن موضوع الاظافر، معلش. تفضل اظافر. يا ست، موضوع الاظافر، في لي اظافر انا تقريبا انا عمري بالخمسين 49، الاظافر بلاقيهم طريات لحالهم، يعني الاظفر اول ما يكبر بتلاقيه الاظفر الثاني بسهوله يعني بحل، شو السبب؟
يعني عندك الاضفر او يعني اضفر بيطول واضفر لا؟ لا لا بضفر بكبره يعني عادي عادي هو نمو عادي بس بلاقيهم خفاف يعني خفاف يعني زي النقص مادي او زي هيك يعني مش عارف كيف بفسر لك الاضفر يعني اذا يطول باضفر الثاني وبيد الثاني بقدر اشيله. أخ فواز بشكرك على سؤالك ويا ريت تسمع الاجابه مني وتقدر تعمل انت هالطريقه الحلوه للاظافر. اول شيء الاظافر هي نقص كلس عندك موجوده بالاضفر، فهمت علي كيف؟ الاضفر يعني كله كراتين او اكله لكن نقول عنه، فهمت علي كيف؟ الاضفر لما في طريقه في ستات وصبايا عم بتلاقيهم عم بوكلوا بالاظافر كثير من الوسواس القهار الذي يدخل في هالجسم هيدا. اما الطريقه العلميه للاضفر انك انت اليوم لازم تحط ايديك تنعاهم مي وصابون دائما لمده يعني لو كل يوم بعد يوم ناعتهم هيك، وتجيب زيت زيتون يكون مهدرج، يعني يكون زيت الزيتون سخن شوي، يعني نقول حطيناه ابو 3 دقائق او دقيقتين على الغاز هيك، وندهن ايدينا بزيت الزيتون ونفرك بين الاضفر، نشبع الاضفر بين اللحميه اللي موجوده وبين الاضفر ندعكها في الطريقه هاي، فبتلاقي اضافريك ممتازين جدا وكثير حلوين. وخلينا نقول برضو زيت الخروع الطبي المزبوط علميا، فهمت علي كيف؟ كثير بفيد الاضافر وبيعطي كلس للاضافر، واذا عندك مشتقات البيض والحليب واللبن وكذا فهذا كثير ممتاز لك وبترجع اظافرك ممتازه جدا. اما بال50 فبدها اهتمام شوي للاظافر وللايدين، في مراكز للعنايه بالقدم للعنايه باليدين والقدم بيقدروا يعطوك الصفه التامه لك، واحنا مركزنا تحت امرك بنقدر نشوفك وبنقدر نعطيك الصحيح لك. واهلا وسهلا فيك اخ فواز. شكرا لك سيد فواز تابعنا. مشكله الاظافر هو معي بمشكله الاظافر. انا بتكسروا كثير، يعني لو خبطت مثلا بروح مثلا بشباك بتلاقيه كسر. هي بالنسبه لاظافر ست احلام، احنا حكينا مثل الاخ فواز هلا اللي حكى معنا ونشكره على اتصاله، انه الاضفر كلس. في اضفر بكون يعني في شباب وسيدات يمكن كل اسبوع عم بقصوا اظافرهم، وفي ناس بتلاقي ماسك عم باخذ اظافري على هيك. هذا الوسواس القهار اللي بدخل بالجسم مرض علمي واطباء النفس بيعرفوه واطباء الجلديين بيعرفوه لهم، ولكن احنا بنقول كيف العنايه بالاضفر. مثل ما حكينا للاخ فواز كمان، احنا لازم نحط ايدينا لو 3 مرات بالاسبوع بزيت زيتون مهدرج سخن شوي، نعناهن لمده 10 دقائق بين اللحميه الموجوده وبين الاضفر الموجود. فبتشبع او ليمون؟ الليمون بحرق شوي، الليمون للايدين وليس للاظافر، فهمتي علي كيف؟ زيت الزيتون لما يكون مهدرج كثير مفيد جدا، وبنطلع للاضفر نفسه ببطل يتكسر وبصير يقوى مع شويه زيت خروع، فهمتي علي كيف؟ وفي مرطبات. ليش بنكسر الاضفر؟ بنكسر الاضفر ما هو ناشف، بده كريمات وبده تليين دائما انك تدهن ايديك في كريم اللي يكون الاظافر سليمه وعنايتهم دائمه كثير ممتازه. خلص انا بدي ابلش فيها من اليوم. أهلا زيت زيتون. انا كنت بحط ليمون. الليمون خلينا نقول لليدين يعني، بس الليمون كثير للاضفر بيعمل اسفرار شوي، فهمتي علي كيف؟ مثل السجاير، مثل الدخان اللي بدخن بتلاقيه اظافري شوي. فاحنا زيت الزيتون لما يكون مهدرج وسخن شوي بعطينا نتيجة كتير حلوة للأظافر، وكتير كتير كتير جيدة يعني مجربة. يعني أنا من رأيي أنه الإطفر بكون سليمية، لأنه الإطفر بكون ناشف لما يجي على كريم أو زيت، فهمتي علي كيف؟ بكون بصورة سليمة 100% وبكون كتير حلو للإطفر. معنا اتصال برهان. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. الو عبد الله صباح الخير. الو عبد الله صباح الخير. صباح الخير، كيفك صديقك؟ اهلا مسيو، اهلا عبد الله، اهلا حبيبي. الله حي، منصبي عليك ومنصبي على اختنا احلام وعلى عليك مسيو خليل. انت دائما يا مسيو خليل انيق، بس اليوم اكثر اناقه. الله الجراف الحمراء جابت خبر يا اليوم. قلت المصريين هالكرافطة الحمراء هاي ما شاء الله عليك. حبيبي الله يخليك. يا سيدي احنا بنحييك وبنحيي ومنصبي عليك، واليوم حقيقة كمان يعني بنحيي اختنا احلام اللي اثبتت حقيقة محاورة واعلامية نجمية مع المصابين. تسلم عبد الله. الله يا ستي، لا احنا يعني حقيقة
بنحكي يعني بدون مجاملة انه اليوم عن التقرير عن المصابين العسكريين والمقابلة مع سمو الامير رعد بن زيد اللي دائما احنا بنحييه واللي دائما مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع المصابين أكيد. العسكريين وكمان من 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 حي سيدنا اللي دائما هو حقيقة الداعم الاول لكل المصابين العسكريين ولكل المؤسسة العسكرية ولكل الشعب الاردني ودائما كمان بنحييه على خطابه في المنتدى العالمي الاسلامي اللي عقد في لندن واللي دائما سيدنا يقف الى جانب الشعوب العربية والاسلامية. والسؤال الى المسيو خليل تفضل مسيو خليل معي انت ولا مع القرافة؟ والله معاك يا سيدي معاك يا ومع القرافة خلي بالك والله والله انت يا مسيو خليل لازم تاخذ لك برنامج تحل مشاكل الناس عادة عن الأكاديمية. الله يخليك يا رب والله رائع وست أحلام رائعة. الله يخليك إن شاء الله أنا وأحلامي بنعمل برنامج كمان وإحنا تحت أمركم بأي خدمة كمان. الله يبارك فيك. أنا قلت لك سيد عبد الله قبل إنه أنت من أعمدة البرنامج يعني البرنامج صار مرتبط فيك يعني صرت أنت مرتبط باسمي باسم مسيو خليل. الله يبارك والله يا ست أحلام إني صرت أستحي إني أحكي. صرت أستحي إني أحكي يعني يعني بسجلها مرات بالداخل يعني. لا بالعكس. ولذلك إحنا يعني بحب إني أنا أشارك على برنامجكم بس يعني بتواصل دائما على برامج نورمينا. أكيد بنشكر اتصالك عبد الله وخليك معنا وإحنا بنتمنى إنه نلتقي فيه ليوم. إن شاء الله بنستضيفك سيد عبد الله معنا وأنا بتشرف كثير تكون معنا يوم هيك بالبرنامج وبوجه لك تحية ولأهل عجلون كافة كل الاحترام والتقدير. أكيد معنا برهان. الله صباح الخير برهان. صباح برضو مالك برهان علينا هاي ثاني مرة. يلا برجع برجع, برجع 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 أكيد من سخري بدي أحكي عن تركيب الشعر الطويل للبنات اللي بحبه. هلأ بدي أسألك الأفضل للبنت الإكستنشن اللي بتتركب الحياكة يعني مين الأفضل بتنتين؟ أجاني سؤال على الواتس أب مسيو خليل احكي لنا عن الشعر التركيب بالليزر أو الشعر التركيب بالحياكة من أخت صديقة لنا. الشعر التركيب عنده يعني زي ما حكينا إحنا مختصين والأوائل في الأردن في تركيب الشعر الطبيعي وأنا اللي جبته على الأردن ذات نفسي وأنا بدينا نركب فيه. الشعر الطبيعي كان يجينا قبل شعر مقصوص قص إحنا نحكيه على النل مثل السجاد ونحط النل قدامنا ونصير نعمل بالشعر هيك واحد اتنتين ثلاثة لما نعمل حبل كافة وبالآخر هالحبل هيدا نقصه ونفيره ونكويه ويطلع الشعر طبيعي. اليوم في شركات علمية كتير 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 بالهند بالصين بهولندا بإيطاليا بباريس بأمريكا بيعملوا على حياكة الشعر على الماكينة يعني بيشتغل بكون الشعر هلأ محيوك وجاهز ولكن احنا يلا خليل ونتابع. الو حلا صباح الخير. حلا الو صباح النور. كيفك تفضلي. صباح الخير. كيفك صباح النور. الو صباح الخير اهلا وسهلا فيك تفضلي. سامعتك بس تفضلي شو بتحبي تسألي مسيو خليل. مسيو خليل كيفك؟ احتراماتي الله يخليكي. شو اخبارك؟ الحمد لله. بدي أسألك هسا حواجبي بيكونوا خفاف كتير. حلا؟ لو اسمعينا حلا معاك حواجبك اخفاف اسمعينا من التلفزيون لو من التليفون لو سمحتي. هاي نايم بعد تسمعينا من التليفون وطي صوت التلفزيون تفضلي في سؤالك. هين وطيتها. تفضلي. بحكي انه حواجبي كتير بستعملهم مرة جبت دواء وما نفع معهم. حواجبك خفاف يعني؟ ما نفع معهم دواء طيب. او اي اشياء. اسمع أي الجواب مني. بدي وصفة منك انا من اوريت مبارح وانا بدي ارن عليك واحكي معاك ما لقط مع الخط. الله يخليك. هلأ بنجاوبك ست حلا. حلا ولا هلا؟ حلا.